إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبتدي إن شاء الله بأول سؤال، وهو تمثل في قول السائل: هل يمكن أن يعطى لنا مثالا للجهل البسيط والجهل المركب حتى نفهمهما؟ الجهل ضد العلم، والجهل هو اعتقاد الشيء المعلوم على خلاف ما هو عليه، وهو كما ذكر في السؤال على قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط هو انعدام العلم أصلا مطلقا، بمعنى انتفاء إدراك الشيء المعلوم كلية، كمن مثلا يسأل: هل المرأة الحائض تصوم وتصلي؟ يقول: لا أعلم، وهو يجهل ذلك. هذا جهل بسيط، أي ينتفي عنه الشيء المعلوم انتفاء كليا. أما الجهل المركب هو الاعتقاد الجازم الذي هو مخالف لما هو عليه في الخارج، أو مخالف لما هو عليه في الواقع، كأن يتصور الشيء على غير هيئته ويعتقد هذا الشيء الذي تصور عنده، يعتقده اعتقادا جازما، وسمي مركبا لأنه مركب من جهل بسيط، أي يجهل الشيء المعلوم يجهله، لكنه في الجزء الثاني المركب منه أنه يعتقد على خلاف حقيقة الشيء الواقع ويلزم به، هذا يسمى جهلا مركبا. مثل المسألة السابقة، لو سئل: المرأة الحائض تصوم وتصلي؟ يقول: فهو لا يدري الحكم لحقيقة الأمر، يقول: تصوم وتصلي وتقضي مثلا، فهذا جهل مركب، أي هو لا يدري الحكم أصالة، لكن مع ذلك يعتقد الشيء المعلوم على خلافه ويتصوره على غير هيئته. ومن أمثلة القرآن الكريم التي مثل بها الله سبحانه وتعالى لنوعين من الكفار،
أحدهما صاحب جهل بسيط والآخر صاحب جهل مركب. ما في قوله تعالى في سورة النور: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا النوع من أهل الكفر ومن صاحب الجهل المركب الكافر الذي يعمل الأعمال يظن وهو يجهل ذات العمل إن كان موافقا للشرع أو تجرد عن الإخلاص بل عانق الشرك وكان بعيدا عن سبيل الشرع وعامل ذلك العمل وذاك العمل في حقيقته غير موافق للشرع أو فيه شركيات ثم عمل هذا العمل ظنا منه أنه يحسن صنعا ويحصل به الثواب فلما جاءه لم يجده شيئا أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صغي به وجهه فكان كما قال الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في الآية الأخرى: ومثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهذا النوع من الكفر صاحبه صاحب الجهل المركب، أي أن الفعل الذي يعمله لا يدري ما إذا كان صحيحا أو غير صحيح، ما إذا كان موافقا للمشروع أم لا. والأمر الثاني يعتقد جازما أن العمل الذي يعمله هو على وجه الصحة، فهذا جهله جهل مركب. وأمثال ذلك كثير: أهل القبور وأهل القباب وأهل الأضرحة من يعتقدون بأن أفعالهم هذه صحيحة وأنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأعمال التي خلت من الإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى فضلا عن وجود بدع كثيرة فيها، الأمر الذي يجعل العمل لا يلتفت إليه. إذن هذا النوع ممن ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا من بيان أن الكفر فيه هو من جهة كون صاحب هذا الفعل جاهل وجهله جهل مركب. أما الجاهل الذي جهله جهلا بسيطا ما تستتبع به الآية في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر اللجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. هنا ضرب الله سبحانه وتعالى مثل بالجهل الثاني دون جهلا بسيطا، وهم المقلدة
لأئمة الكفر والضلال الذين يتبعون غيرهم وهم لا يدرون ولا يعلمون بحقيقة حال متبوعهم، يعني يتبعونهم في كل شيء وهم لا يدرون شيئا. فإذا سئلوا أين تذهبون قال نحن معهم، وإذا قيل لهم أين يذهبون قالوا لا نعلم ولا ندري. فهؤلاء شبههم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية، أو كظلمات في بحر لجي عميق، يعني يغشاه موج، مثل هذا، مثل قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، يعني يغشاه موج يعني على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. فهذا مثال آخر للجهل البسيط الذي لا يكون فيه حال صاحبه، لا يدري شيئا ولا ينتفي عنه الإدراك انتفاء كليا، بخلاف الأول فيشارك البسيط في انتفاء الإدراك بحقيقة الأمر، لكن يعتقد اعتقادا جازما بأن الشيء المعلوم عنده هو في حقيقة الأمر غير الشيء المعلوم في واقع الأمر، لذلك كان جهله جهلا مركبا. والعلم عند الله سبحانه وتعالى. السؤال الآخر، هل للمؤذن أن يتعوذ ويبسمل قبل شروق الأذان، وما هو الدليل على ذلك؟ والتعوذ والبسملة قبل الأذان أو قبل شروق الأذان في حقيقة الأمر لا يعلم لها أصل أو سند في الشرع، لا يعلم لها دليل يدل على مشروعية هذا الفعل، سواء للمؤذن أو لمن يستمع له. ولو كان فيه أصل لنقل إلينا، وما كان ربك نسيا نقل إلينا، كما نقل إلينا التعوذ والبسملة في الصلاة، ولا نقل إلينا كما تنقل أو نقلت إلينا ونقل إلينا التعوذ والبسملة في القراءة، ولا يقال أنه يقاس الأذان على الصلاة أو الأذان على القراءة، لأن كل من الأصل المقيس عليه هو الصلاة والقراءة داخل في التعبدات، والقياس في التعبدات لا يصح ولا يجوز لعدم إدراك العلة. ولا يخفى أن القياس يحتاج إلى أركان أربع، أو المقيس والمقيس عليه والعلة والحكم. إذا جعلت العلة أو لم تدرك في المقيس عليه العلة فيه يتعذب معه القياس، فضلا عن أنه لو سلم وجود القياس لذلك لكان الفرق
وهو من مفسدات القياس. الفرق ظاهر بين المقيت والمقيت عليه، بين الأذان والصلاة، لأن في الصلاة فيها شرائط عديدة لا تشترط في الأذان، وكذلك بالنسبة للقراءة والأذان. فإذا تقرر أنه لا يوجد أي سند يدل على مشروعية تعود البسملة قبل الأذان، الواجب الحال هذه تركه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك يقال كضابط لمثل هذه المسائل أن كل كلمات زائدة على الأذان التوقيفي أو زائدة على الإقامة التوقيفية أيضا، أن ذلك الزائد يعد بدعة. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع بقوله: إياكم ومحدثات الأمور، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذا بالنسبة لهذا السؤال. ما يريد سؤال آخر، يقول: نرجو من إذا ترجح عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يذكره، أن يذكره لنا، أن يذكره لنا. العلماء يختلفون في تعيين اسم الله الأعظم على أقوال كثيرة وعلى آراء متعددة، فذكر ابن حجر 14 قولا في المسألة، وذكر السيوطي 20 قولا في تعيين اسم الله الأعظم. والإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين ذكر أنها تقع من نحو 40 قولا، وأوصلها الريحاني إلى 60 قولا. إذن في تعيين اسم الله الأعظم في اختلاف كبير وكثير، لكن أشهر هذه الأقوال في تعيين اسم الله الأعظم، أشهر هذه الأقوال ترجع إلى قولين: قول يرى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وذهب آخرون إلى القول بأن اسم الله الأعظم هو لفظ جلالة الله. وبهذا قال بعض السلف كجابر بن زيد والشعبي بن مبارك، ونسبه بعضهم كالطرطوشي، نسبه إلى جمهور أهل العلم. إذا في المسألة أقوال عديدة، يمكن أن تكون أشهر هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور وهو لفظ الجلالة الله، وبعضهم ذهب إلى القول بأنها تتمثل في اسمي الحي القيوم. والذي يمكن ترجيحه هنا هو مدى الجمهور، من ناحية أن لفظ الجلالة الله، ناحية أن لفظ الجلالة الله يتضمن
معاني الأسماء الحسنى جميعا، وأن الأسماء الحسنى هذه تفصيل وتبيين للصفات الإلهية، هذه الصفات الإلهية المشتقة من لفظ الجلالة الله، الدال على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود والمؤله، يعني تؤلئه الخلائق عظمة وخضوعا ومحبة. فإذا نظرت إلى الأسماء الحسنى وجدتها تابعة لهذا الاسم وهو الله، كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، هو الأسماء الحسنى. ففي هذه الآية أو في غيرها من الآيات تجد الأسماء الحسنى تفصيل والتبيين لأفضل الجلال، والله ثم يعقب بعد ذلك الأسماء الأخرى، والله ثم تعقب أيضا الأسماء الأخرى. هذه الأسماء الحسنى تكون كصفات لاسم الجلالة الله، ولهذا رجح الجمهور أن لفظ الجلالة أن الاسم الله الأعظم يتمثل في لفظ الجلالة الله أو اسم الجلالة الله لما يتضمن فيه من الصفات الإلهية. هذه الصفات الإلهية تكون الأسماء الأخرى كصفات لها مبينة ومفصلة للصفات الإلهية. أما اسم أو أسماء الحي القيوم، وإن كان يجمعان أصل معاني الأسماء والصفات، إلا أنهما اسمان وليس اسما واحدا. هنا أيضا ينبغي تنبيه بالنسبة لما في السؤال من الاسم الأعظم، كما ورد الحديث إذا سئل به أعطى وإذا دعا به منح وأجاب. ها هنا ينبغي لفت النظر إلى أمرين. الأمر الأول وهو أنه الدعاء أو السؤال، سؤال الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن تتوفر فيه الشروط وتنتفي فيه الموانع، أي بمعنى أنه ليس كل سؤال يسأل العبد ربه ولو بالاسم الأعظم أنه يستجيب له إذا لم تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. من هذه الشروط الإخلاص كما ذكرنا آنفا، الإخلاص وهو شرط قبول العمل، ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا ابتغي به وجهه، مشتاقا لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا الإخلاص هو أهم شرط من شروط قبول العمل. من الشروط أيضا الجزم في المسألة واليقين في الإجابة، أي أنه لا يسأل العبد الله سبحانه وتعالى
وهو غير مبال في الدعاء، غافل عن الدعاء لاه عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل باه، من قلب غافل له. فكان القلب غافل لاه أيضا لا يستجيب الله سبحانه وتعالى ولو دعا بسم الله الأعظم. كذلك من الموانع التي تمنع استجابة الدعاء المال الحرام والملبس الحرام والمأكل والمشرب الحرام، هذا من موانعه، أي شرطه والأكل الحلال والمورد الحلال، ومانعه هي الأمور المحرمة، كما في حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومأكله حرام ومشربه حرام، وقد غذي بالحرام، فأنى استجابوا لذلك. إذا من موانع ذلك إذا كان موارده ومصادر رزقه كانت مصادر رزقه من حرام، فالحرام هذا مانع من موانع إجابة الدعاء. كذلك من أمور التي يمكن أن تضاف هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث علي وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما موقوفا: كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. ويضاف أيضا الدعاء إذا اقترن به الدعاء بالإثم والمعصية، هذا أيضا من الأمور التي لا ليست محلا للإجابة، كما في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو دعوة إلا أتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم فحكمها هنا أنه ليس محلا للاستجابة. إذن هذه النقطة الأولى التي أحببت أن أبينها ها هنا في ما ورد من سؤال، أنه إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أنه ليس كل ولو أدرك إثم الله الأعظم كانت فيه مثل هذه في الموانع فلا يحصل له، لا تحصل له الاستجابة. الناحية الثانية أيضا وهي أن معرفة إثم الله الأعظم إنما هي من باب زيادة الخير، ليس معنى أن الأسماء الأخرى لا يستجيب الله سبحانه وتعالى، لا، بل أسماء الله سبحانه وتعالى كلها طريق ووسيلة يتوسل بها المرء إلى الله سبحانه وتعالى في إجابة دعائه، ولكن غاية ما في الأمر كما قلت أن معرفة اسم الله الأعظم من باب زيادة الخير. إذا ينبغي على من يسأل الله سبحانه وتعالى
ومن يدعوه أن يكون مخلصا جازما في مسألته موقنا بالإجابة مجنبا للمصادر المحرمة في مأكله مطعمه مشربه وفي ملبسه، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وأن لا يدعو لما هو أو ما فيه إثم وما فيه حرام أو قطيعة رحم، وأنه إن علم اسم الله الأعظم أو لم يعلمه فكل أسماء الله الحسنى كما قال الله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فله أن يدعو بكل أسماء الله الحسنى والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر، هل يجوز كسوة الجدران بالورق المصنوع لبيوت الزينة التي تقوم مقام الصبر والتدهين وهي خالية من الصور المحرمة، فهل تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا ربنا أن نكسو الحجارة والطين؟ الورق الملون الذي أو المزين البيوت الذي يوضع على الجدران وفي ذاته ليس ثوبا، لأن الكسوة هي الثوب الذي يستتر به ويتجلى به، والثوب سواء كان مصنوعا من صوف أو من حرير أو من قماش أو نحو ذلك، أما الورق فليس في حقيقة الثوب اللهم إلا إذا قيل الثوب من باب المجاز، لأنه لا يعلم أن الكسوة تكون بالورق، يعني الثوب الذي يلبسه المرء يلبس ثوبا من ورق. وإذا سلمنا أنه يعني سلمنا أن الورق هذا الملون يدخل في الكسوة يعني الثوب الذي يستتر به كما ذكرت، إذا سلمنا أنه كذلك فغاية ما يدل الحديث لم يأمرنا ربنا أن نكسو الحجارة والطين غاية ما يدل عليه والكراهة التنزيهية، كراهة تنزيهية في ستر الجدران، لأن حقيقة لفظ لم يأمرنا ربنا أن نكسو الحجارة والطين لا يقتضي تحريما وليس فيه معنى الوجوب ولا النذر، وأقرب حكم إليه هو الكراهة، أقرب حكم إليه هو الكراهة، لكن مع ذلك إذا كان البيت الذي يراد تزيين الورق بذاك المكان كان ضيقا بحيث أنه قد يتسبب في ربما أمراض تنفسية، كما هو معلوم أن الجدران أيضا تتنفس، فإذا أغلقت بالدهن الزيتي أو بالورق
يعني وقلت التهوية، ولربما تسبب ذلك في أمراض تنفسية إذا كان يؤدي إلى هذه النتيجة. فالحكم أنه يمنع لهذا العارف لا لذاته، أي أنه ما دام أنه يؤدي إلى هذه النتيجة فيمنع لهذا العارف ولا يمنع في أصله، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إخواننا سؤال، من المعلوم كقاعدة أن المشتري المخطئ له أجر، سواء كان في أحد الناس أو في الصحابة رضي الله عنهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الفتن والحروب التي دارت بينهم متأولين، والأصل ألا يلحقهم إثم، لكن الذي يرد عليه الإشكال أن أبا الغادية الجهني هذا الصحابي كان ذكر الحافظ في الإصابة هو الذي قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه في يوم الصفين. والأصل بناء على القاعدة السابقة أن يؤجر لأنه قتله متأولا ومجتهدا بناء على القاعدة السابقة، لكن ثبت من حديث عمر بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسالبه في النار. فكيف التوفيق بين القاعدة السابقة والحديث المخالف لها؟ أعيد قراءة السؤال. من المعلوم كقاعدة أن المجتهد المخطئ له أجر، سواء كان في أحد الناس أو في الصحابة رضي الله عنهم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم في الفتن والحروب التي دارت بينهم متأولين، والأصل ألا يلحقهم إثم، لكن الذي يرد عليه الإشكال أن أبا الغادية الجهني هذا الصحابي كما ذكر الحافظ في الإصابة هو الذي قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه في يوم صفين. والأصل بناء على القاعدة السابقة أن يؤجر لأنه قتله متأولا ومجتهدا، لكن ثبت من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قاتل عمار وسالبه في النار. فكيف التوفيق بين القاعدة السابقة والحديث المخالف لها؟ المعروف أن القاعدة هذه صحيحة لا غبار عليها، وهي قاعدة التي خرج عليها السلف أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون المجتهدين المخطئين، سواء كان خطأهم في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، ولا يخطئون لا في الأصول ولا في الفروع، أقصد ولا يؤثمون ولا يكفرون ولا يفسقون، لا في الأصول ولا في الفروع، وكذلك أنهم لا يكفرون
ولا يفسقون ولا يؤثمون، لا في القطعيات ولا في الضمنيات. وهذه هذا الذي ذهبوا إليه له سنده، إيش هذا الشرع؟ من بين الأحاديث التي تشهد لهذه القاعدة أو لما كانوا عليه، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهنا أطلق ولم يقيده لا بالضمنيات ولا بالفروع ولا بالمسائل العملية، بل هو عام شامل لكل مناحي الاجتهاد. إذا اجتهد فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في وقائع كثيرة، من بين اجتهاده فداء أصربط، ما يكون ما أخذه من فداء أصربط حتى عاشده الله سبحانه وتعالى. يقول هو ما كان النبي أن يكون له أخا حتى يدخن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة اجتهاده فأيد بعضهم فخطأ الآخرين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حكم حكم معاذ سعد بن معاذ في بني قريظة، وقال: لقد حكمت فيهم حكم الله عز وجل. إذا حاصل أن القاعدة هذه التي الدرجة الثلاث أنها صحيحة لا غبار عليها، ليس لها النص كما ليس لها عملهم وإجماعهم على ذلك، وأكيد أنهم لا يجمعون على ضلالة. وأكيد من جهة أخرى أن الحق ظاهر، لو كان غير ظاهر لما كانت هذه القاعدة يعني سالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن القواعد العامة ليست قواعد مطلقة، القواعد العامة يعتريها استثناء ويدخلها الخصوص، ثم يعرف أنه ما من عام إلا وقصر ويدخله الخصوص. القواعد العامة كما هي القواعد العامة في غنم أصول الفقه، تجد مثلا الأمر يفيد الوجود ما لم يرد به خارج، والعموم شامل جميع أفراده ما من يريد فسد، يعني دليل خاص، وهكذا والأصل في المناهج التحريم ما لم يريد دليل. فكذلك القواعد العامة على هذه الشاكلة، القواعد العامة على هذه الشاكلة. قال أنه هذه القاعدة عامة لا تفسير ولا تفسير ولا تأثير للمخطئ من المجتهدين في مسائل علمية وعملية ما لم يرد دليل، فيعني دليل صحيح قاطع يقضي بخلاف ذلك. فإن جاء الدليل القاطع الصحيح خلاف ذلك أخرجنا من هذه القائلة بعض جزئياتها، وهكذا يحصل التوفيق. ولا يجوز أن تضرب القاعدة تماما وتلغى، لا يستحكم في الحديث فيجعل الحديث قاعدة عامة، لا
وتنزل على كل من فارق في فتين وأنه كان من جهة الأخرى غير جهة علي بن أبي طالب فتلغى أي يقال أنها قاعدة عامة وحكم المشتملين لهم ما حكم المشتملين في مثل هذه الفوائد والفتن اجتهدوا فيها ولكن ما ثبت في الحديث صحيح الظاهر على خلاف ذلك أخرجنا من عموم القاعدة خصوص أبي الغابية قاتل عمه فيكون بذلك التعانق والتوفيق بين القاعدة السابقة وبين حديث عمار حديث عمر بن العاص السابق فلذلك يحصل التوفيق. أما أن يقال أو يذهب بعدهم إلى إلغاء القاعدة تماما فهذا ليس بالصحيح. فالتوفيق إنما يكون بهذا الاعتبار القواعد العامة ليست قواعد مطلقة كما ذكرت. القواعد المطلقة هي التي لا تقبل التخصيص ولا يعترضها ولا يعترضها استثناء لا يعترضها استثناء ثم القواعد العامة إذا جاء دليل قوي ينظر في الدليل إذا كان فيه يظهر خصوص على شخص أو أفراد معينين من العلماء أخرجنا هؤلاء الأفراد من هذا العموم وتبقى القاعدة الثانية في عمومها ما عدا دليل الخصوص فيبقى الخصوص يلحق به في مقتضى ومدلول الدليل عليه يتم في ذلك توافق بين القاعدة والحديث والعلم عند الله سبحانه وتعالى.